هذا وقد أكدت الدكتورة جليلة السيد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية أنه من الضروري تحري الدقة في نقل الأخبار وأخذها من مصادرها الموثوقة، مشيرة إلى أن الأرقام والإحصائيات الرسمية هي الرد الوافي والكافي أمام أي شكوك بشأن التطعيم أو أنواعه أو إسهامه في الوصول إلى المناعة الجماعية وتحصين المجتمع. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة جليلة السيد جواد الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة. بعد التحية دكتورة، هل توضحين لنا أهمية التطعيم وأهمية الالتزام أو التزام الأشخاص من المواطنين والمقيمين في هذه المرحلة تحديدا؟ مساء الخير أختي سهير. طبعا أخذ التطعيم مسؤولية وطنية اليوم لحماية كل فرد وحماية المجتمع. نعم. الفرد يشكل فارق في هاي المرحلة. لدينا مجتمع واعي أثبت أن وعيه ركيزة نجاح كل الجهود الوطنية اللي يقوم فيها فريق البحرين. لابد من الاستمرار والاهتمام والعناية بتحري الدقة عند نقل البيانات أو بعض المعلومات أو ما يشاع ويذاع في وسائل التواصل الاجتماعي واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة. نعم. اللقاحات هي أحد أهم الوسائل اللي أثبتت فاعلية على مدى التاريخ. مهم الاستمرار وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الفريق الوطني للتصدي لفيروس الكورونا، وخصوصا القرارات اللي شهدناها مؤخرا وتم اتخاذها من اللجنة التنسيقية والمتعلقة بتسريع وتيرة التطعيم بحيث تكون 31 ألف جرعة يوميا تقدم من خلال 31 مركز للتطعيم، تشمل 27 مركز صحي، مجمع سترة التجاري، مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، مستشفى الملك حمد الجامعي والمستشفى العسكري، وطبعا حسب نوعية اللقاحات. كل هذا وبخطة استراتيجية واستباقية تستثمر في الجميع وما تستثني أحد. مهم جدا العمل مع بعض باستمرار. نعم. والإقبال على هاي الخدمات، الإقبال على التطعيم، لأن الجهود جهود البحرين مستمرة لضمان سلامة وصحة المواطنين المقيمين، لكن بدون الإقبال على أخذ اللقاحات. نعم. بدون ما نبتدي بأنفسنا وبعوائلنا ومحيطنا الأسري. اليوم في لقاحات أيضا للأطفال من عمر 12 سنة ل 17 سنة، لازم المبادرة ونحرص على المبادرة بتسجيلهم، إذا كان خصوصا أن احنا شهدنا بعض الحالات ما بين هاي الفئة، بالإضافة إلى كبار السن والأمراض المزمنة، وكل شخص في هاي المجتمع له دوره وله أثره، حمايته، حماية لأسرته، حماية لزملائه في المجتمع، حماية للوطن بكبره. نعم. هي وطنية اليوم. نعم دكتورة جليلة، طبعا هذه المرحلة مرحلة مفصلية ومرحلة هامة للذهاب إلى مرحلة آمنة ويعني الوصول إلى بر الأمل. طبعا ما هي النصائح التي تودين أن توجهيها من أجل مواجهة فيروس كورونا، خاصة من ينجرون وراء هذه الشائعات في بعض الأحيان؟ طبعا مهم جدا استقاء المعلومات من مصادر موثوقة. نعم. الوضع الوبائي في كل دولة والوضع المناعي يختلف من دولة لأخرى، مهم جدا استقائها من القنوات الرسمية. في عدة منصات أتاحتها مملكة البحرين للحصول على بيانات ومعلومات دقيقة، هنالك شفافية في طرح الأرقام، هنالك حرص متناهي لتوفير المعلومات من خلال أعضاء الفريق الوطني، من خلال وزارة الصحة، من خلال المنصات المعروفة لنقل البيانات والمعلومات. أيضا المسؤولية مثل ما سبق وذكرت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هني اليوم تقع علينا مسؤولية وطنية تجاه أنفسنا، أسرنا، مجتمعنا، ومنهم زملائنا في العمل. نعم. عندنا اليوم بالأصح أمس قرارات عدة تتعلق تحديث بروتوكولات خاصة بالمخالفين والحالات القائمة بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامة المحيطين فيهم. أيضا هنالك إجراءات وقرارات تتعلق بالحفاظ على محيط العمل، منها العمل في المنزل في القطاع العام بنسبة 70%، إلزامية الفحص السريع لموظفي الجهات الحكومية والقطاعات الأساسية. نعم. اللي ما بتطلق في المرحلة المقبلة ويكون الفحص دوري ويتم تحديد نسبة من يتواجدون في محيط العمل. مسؤوليتنا اليوم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التدابير الوقائية، معايير التباعد الاجتماعي والسلوكيات اللي من شأنها نشر العدوى، لابد من الحد منها والابتعاد عنها. اختصار التدفعات، محيط الأسرة الصغيرة والواحدة في المنزل الواحد، أخذ اللقاحات. هاي القرارات اتخذت لسلامة الجميع.
بقى اليوم كل فرد يبدأ بنفسه، احتفاظ المباشرين، محيطه الاجتماعي، الوقايه خير من العلاج خاصه في مثل هاي الظروف الاستثنائيه العالميه لفيروس كورونا. نعم دكتوره جليله السيد جواد الرئيس، الرئيسه التنفيذي لمركز الرعايه الصحيه الاوليه بوزاره الصحه، شكرا جزيلا لك.